بعد اعداد الدراسه الجدوى شكلنا لجنه فنيه لاختيار الشركات المورده للسيارات، وتم مراسله ومخاطبه ما يقارب على 34 شركه على مستوى العالم، وتم الترسي على شركه كينغ لونغ. طبعا العمل يعني نشتغلوا على جميع المحاور اللي هو محور استجلاب السيارات، وكذلك اللي العمل على الخطوط المسارات اللي بيتم التشغيل هذه فيما يتعلق ب حاليا حنبدا بخمس من خمس لست ما المسارات مبدئيا، لان احنا المستهدف ان باش يغطي طرابلس ما يقارب على 145 سياره. بالنسبه للسائقين تم وضع معايير للسائقين، لان السائقين هم وجه الشركه نقدر نقول، وهم اساس عمل الشركه، وبالتالي تم وضع معايير خاصه بهم وباختيارهم. من بين هذه المعايير اللي هي الفئه العمريه، الفئه العمريه الشركه حددت كخطوه اولى من 35 الى 55، لكن حيتم شنو تقليصها وزيادتها على حسب التشغيل. هذه حاجه. الحاجه الثانيه اللي راعيناها ان الخبره، خبره سائق في مجال قياده الحافلات، لان رخصه قياده درجه ثالثه تشمل الحافلات، الشاحنات، المقطورات، لكن الحافلات قيادتها تختلف على المقطوره. في عده طرق للدفع، منها الدفع النقدي، وهذا اسهل طريقه وموجوده في الحافلات توا، وفي بالبطاقات الالكترونيه تكون لي بالشحن وتكون لي بالسمستر وتكون السنويه، ذوي الحاجات الخاصه، كبار السن، سيتم الاعلان عنها لاحقا ان شاء الله.